خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسه مباحثات في قصر الاتحاديه مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن، وتم بحث تطورات الاوضاع الاقليميه وخصوصا في قطاع غزه والماساه الانسانيه اللي بتواجه القطاع واللي خلفت الاف القتلى والجرحى ومئات الالاف من النازحين، فضلا عن التدمير الواسع اللي اصاب البنيه التحتيه والمنشات في القطاع. اكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه او تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم أو نزوحهم داخليا. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد على أن الدولة حريصة على إقامة شراكات سواء بقى مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، وده بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء طبعا التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية اللي بتواجه القطاع واللي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع اللي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع. وأكد الزعيمان رفضهم التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على إقامة شراكات سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات بإجمالي استثمارات يصل ل 300 مليون دولار بين شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية وممثلي الشركات العالمية الموردة لأحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الأغذية الزراعية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجة 2 بميناء سفاجة البحري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بمصر الجديدة استقبلت الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وده بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المؤهلة لانضمامهم للقوات المسلحة. تضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف ثم عرض للموسيقات العسكرية احتفالاً باستقبال الدفعات الجديدة، أعقبوا اصطفاف الطلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور، تلا ذلك عرض لعدد من الناقلات متضمناً عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم وعرض الكفاءة البدنية، واختتمت المراسم بالعرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية من الدفعات 118 و119 حربية، كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيزاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة كفر الشيخ تم تشغيل عيادات مسائية بأجر رمزي في مستشفيات المحافظة. في محافظة البحيرة انطلقت القوافل التعليمية لمراجعة مواد الإعدادية والثانوية استعداداً لامتحانات الترم الأول. في البحر الأحمر تم الكشف على 2551 شخص في قوافل حياة كريمة خلال شهر، وخلال شهر ديسمبر وفي القليوبية تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى القناطر الخيرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الصحة عن تشغيل العيادات بعدد من المستشفيات فترة مسائية لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساءً للساعة 8 مساءً، وهيتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي 25 جنيه. في البحيرة انطلقت فعاليات القوافل التعليمية اللي بتنظمها مديرية التربية والتعليم لمراجعة المواد الدراسية الخاصة بالشهادات العامة بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبتشمل القوافل التعليمية مراجعة مواد الشهادتين الإعدادية والثانوية لمدة 3 أيام بشكل مجاني، وده بمجمع دمنهور الثقافي ومركز شباب أبو حمص لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. في البحر الأحمر انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة من الكشف على 2551 مواطن خلال شهر ديسمبر الجاري، وتم تخصيص 8 قوافل علاجية بتضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة. في بني سويف شهدت مديرية التربية والتعليم تنفيذ إجراءات وخطة تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي اللي تسلمتها المديرية وعددها 14785 جهاز ضمن منظومة التعليم الجديدة. في سوهاج تم مد فترة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم حتى الساعة 2 بعد الظهر دون التقيد بعدد 60 مريض لكل عيادة خارجية كما كان متبع من قبل، وده تخفيفاً على المواطنين وبالأخص القادمين من خارج محافظة سوهاج. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 25 رحلة بالون طائر أقلت على متناها أكثر من 500 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة أنه تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية وافتتاح القسم الداخلي للنفسية والعصبية داخل مستشفى القناطر الخيرية، وده تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال المخ والأعصاب.